زميلنا الاستاذ احمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد. احمد، اولا بشكرك على بدءك هذه الحمله، وانت كنت اول من تبنى هذه الحمله، بحييك يا احمد. ربنا يخليك يا استاذ احمد، وانا بشكرك جدا على الحلقه الجميله الرائعه، وانا سمعت ان حضرتك بكره هتستضيف كمان وزير التربيه والتعليم. نعم طبعا. وانا بشكرك جدا جدا ان انت بتناقش قضيه بتمس تقريبا كل بيت في البيت المصري. ايه احمد النقاط اللي عندك في خصوص شكاوى الاسر النهارده؟ واضح المناهج، الحشو اللي موجود في المناهج، يعني كل المداخلات اللي معانا وضيوفنا الموجودين معانا كله بيتكلم في المناهج لازم تخف شويه. بص يا استاذ احمد، انا هحكي لحضرتك سريعا بدايه الحمله بتاعت موقع صدى البلد كانت ازاي. كانت بدايه من رساله من احد اولياء الامور جات لي على الواتساب، فجبت مندوبتنا في وزاره التربيه والتعليم استاذه ياسمين بدوي وكلمت هذه وليه الامر ونشرنا الخبر، ومن ساعتها بيجي لي رسائل والله لغايه هذه اللحظه كمان عايزين يعملوا معاك مداخلات كلهم، ما تتخيلش حجم الرسائل اللي بتيجي. المطالب كلها تقريبا، انا اولا زي ما الاستاذه الدكتوره امنه نصير قالت، في حاله رهيبه من الاحتقان بين معظم اولياء الامور، كلهم مطالبهم العاجله بتتمثل في ثلاث حاجات انا شايفها بسيطه جدا. اتفضل. اول حاجه زي ما قالوا الاستاذه مياده والاستاذه شيماء والاستاذه رانيا، يتم الجدول كل يوم تبقى في ماده واحده بس. الحاجه الثانيه، الترم اللي الطالب اللي يمتحن في جزء من الماده ما يمتحنش فيها مره ثانيه. كويس. الحاجه الثالثه، الغاء الفصول الاخيره في كل المواد. في كل المواد تخفيفا على الاسره والطالب واولياء الامور. ده بشكل عاجل. ده اعتقد ان احنا مش محتاجين دي ناخد فيها وقت، يعني بكره مع وزير التربيه والتعليم المفترض يعمل لجنه ويبدا ياخد اجراءات سريعه في هذه الثلاث نقاط السريعه. انا عايز اتكلم مع حضرتك بقى على الحلول ايه. دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضرتك كنت مرافقه في اليابان، اعجب جدا بالنموذج الياباني في نظام التعليم. مطلوب ايه؟ مطلوب البرلمان، لجنه من البرلمان لازم تكون تحت اشراف البرلمان اللي هو بيمثل كل شرائح المجتمع 27 محافظه، تبقى في لجنه من البرلمان ولجنه من وزاره التربيه والتعليم ووزير التربيه والتعليم يسافر اليابان ويشوف النموذج الياباني شغال ازاي. حضرتك قلت من هناك وانا كنت متابع حضرتك من هناك ان 50% او 60% من الدراسه في المرحله الاولى اللي هي الابتدائيه اللي هي يتشكل فيها وعي الطالب وشخصيته معظمها بتبقى في الانشطه، في الدروس الاخلاقيات، التربيه الرياضيه، الموسيقى والفن والكمبيوتر والرسم. لازم احنا نهتم بالحاجات دي ونشيل 60 او 70% من الحشو اللي في المناهج. كل البيوت بتعاني من تكدس المناهج، فلازم بشكل سريع تحت اشراف البرلمان يبقى في لجنه تروح اليابان، لان سياده الرئيس اعجب بهذا النموذج. وده هيكون سؤالنا لسياده النائبه الدكتوره امنه نصير. اتفضل يا ابو حميد. الحاجه الثانيه يا استاذ احمد، احنا احيانا في ما بنتحركش الا لما الرئيس عبد الفتاح السيسي يجيب الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل اللي عليه وسافر اليابان، خلي الوزير بقى يتحرك سريعا. بنمسك الامور من الجزئيات الغلط. يعني احنا دلوقتي عايزين نقضي على دروس خصوصيه، ده مطلب عادل جدا جدا جدا. ازاي هنقضي عليه واحنا عندنا طالب واثنين وثلاثه في كل اسره والام مش قادره تلاحق على كم المذاكره؟ احمد، الاولاد بياخدوا دروس دلوقتي من ابتدائي اللي عمرهم كانت بتحصل. طبعا انا ولادي كي جي 2 وفي رابعه ابتدائي وبدفع لهم رقم كبير، ورغم ذلك يعني تعليمهم محتاج كده. فانا هقضي على دروس خصوصيه ازاي؟ للاسف احنا بنعمل ايه؟ حملات على غلق الدروس الخصوصيه. مش هينفع، احنا كده بنمسك الموضوع من في الاتجاه الغلط. الاتجاه الصحيح ان احنا لازم ما نعتمدش على التلقين والحفظ زي ما الاستاذه امنه نصير قالت وزي ما الاستاذه الافاضل او السيدات الافاضل قالوا، نعتمد على الفهم فقط. احنا يا استاذ احمد زي ما حضرتك وانا سمعت برضه جبنا اخصائيين نفسيين يتكلموا على الموضوع، قال لك ان حقوق الوالدين بيزيد في المراحل دي ما بين الطالب وما بين اولياء الامور، لان هو دايما مضغوط ومامته عايزه تذاكر له، والعنف بيزيد في المدارس. العنف مش هيقف في المدارس ما بين الطالب والمدرس والعكس، طالما في ضغط شديد وبنعتمد برضو على الحفظ والتلقين. وانا احمد بحييك طبعا، زميلنا احمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد بحييك.